معنا فضل القاهر قاضي من كابل والمزيد من التفاصيل معك فضل. نعم في الواقع فضيلة، الانفجار اليوم وقع في ولاية نينغرهار في منطقة تسمى منطقة، هذه المنطقة كانت فيها اسمنغر التي كان فيها المسجد الذي تعرض لانفجار. طبعا هذا الانفجار أدى إلى إصابة الإمام المسجد وكذلك المدنيين الذين كانوا داخل المسجد. هذه المنطقة فيها تنشط فيها تنظيم داعش فرع خراسان منذ فترة، ولذلك هذا التنظيم قد تبنى تفجيرات مماثلة في الواقع فضيلة، والتي استأدبت في الواقع مساجد في شمال أفغانستان خاصة في قندز وكذلك مسجد في قندهار. شكرا لك فضل القاهر قاضي في كابول.